جا لا انا نفدالك جاي تعال تعال. لا بالله رحنا فيه. وليش انت مش في المدرسة؟ ابوي والله العظيم راح علي الباص. كيف يعني راح عليك؟ تمكنني سهرة بالليل وركدة بالنهار ويوم يجي الباص تقول لي راح عليك. ابوي ترى اليوم اول يوم دراسة وثاني شيء ما في وقت باقي 10 دقائق بتخلص الحصة. ولدي ما اشتي روح المدرسة باقي 10 دقائق انا بدالك 10 دقائق قد انا اروح البلاد. جاي انا اوصلك انا بدالك. ابوي احيد موتر خربان. موتري خربان. جاي انا بدالك. باقي 9 دقائق عاد الحصه ما بدا. اشتيك تقع عالم. اشتيك تقع ايش؟ عالم. شاطر شاطر. يلا روح هناك.